شهب اصطناعية وسحب دخان أحمر وأخضر تعلو المكان، وتفوهات عملاقة تحمل رسائل وتحتفي بتاريخ وعراقة ديربي كازابلانكا. نعم، إننا في حضرة أعرق ديربي عربي يحتضنه مسرح الأساطير، مركب محمد الخامس هنا بالبيضاء. أكثر من 22 ألف متفرج حضر معايشة لقاء الإخوة الأعداء بين مدرجي الكورفا نورد والكورفا السود. سمعت الأهازيج وردد أغاني الفريقين. القمة الكروية التي أظهرها الحكم رضوان جيد عرفت بداية رتبة وحذرة من الفريقين، الشيء الذي أثر على المتعة التي غابت عن الميدان وحضرت في المدرجات. وفي الدقيقة 81، وحين اعتقد الجميع أن المباراة تسير إلى التعادل، فجأ الخضر شباك الوداد بهدف حمل بصمة القادم من الزمالك المصري حميد حداد ليعم الصمت في مدرجة فريميجا، فيما قابلتها فرحة هارمة بمدرج المجانا. ينتهي الديربي رقم 127 بفوز رجاء الشعب على وداد الأمة، فكيف استقبل الجمهور هذه النتيجة؟ بعد الغيابات اللي كانوا عند الرجاء ان شاء الله باذن الله استعدوا للياقه ديالهم البدنيه، وكما شفتوا الان كان مستوى رفيع على ارض الملعب. ولا بغينا نقول الرياضه راه ما كايناش، لا بغينا نهضروا في الواقع، الرياضه ما جاتش. الرجاء بوحدها كانت تلعب في الماتش كما كتلعبوا، الرجاء بوحدها لعبه، وفريق الوداد فريق مستوى ضعيف بزاف كاع. الا كان هادو كيلعبوا تشامبيونز ليغ راه الرجاء خصو يمشيو لكوب دي موند من الاحسن، وهذا الانتصار ان شاء الله غادي يخدموا الدراري مزيان وغيكونوا في المستوى. انتهت المباراه على العشب الاخضر، وبدات اخرى في الشوارع المحيطه بالمركب. كر وفر واعتقالات في صفوف جماهير الرجاء التي منعت من إدخال النظارات السوداء والجرائد الورقية. المواجهات طالت سيارات رجال الأمن التي تهشم بعضها جراء رميها بالحجارة، وهو ما خلف خسائر مادية في هذه العربات وأعطى صورة قاتمة عن ديربي كان ولا يزال مفخرة المغرب بل شمال إفريقيا والعرب.